استفتاء احنا معانا في المباشر الدكتور بسام ماتر رئيس جمعيه عتيتش نحكيو معاه مرحبا بيك صباح الخير صباح النور عليك. وشكرا على الاستضافه شكرا لك شكرا قبولك دعوتنا ولكن قبل التحق بنا وسامه نحكي صباح الخير وسامه صباح الخير وسيم تحيه لكل مستمعيك صباح الخير على على خطى فقره بوليتيك وقتها في ال... في في رمضان خلينا ده... <applause> نبداو وسامه عطينا ساعه فكره نحط الامور في طار على البلاغ اللي صدر اللي يتعلق بشروط واجراءات المشاركه في حمله الاستفتاء اهم ما جاء فيه ثم هكا بعض التفاعلات والتعليقات اهم ما في ال... هو البلاغ جات فيه مجموعة من النقاط في نقطة أولى متوجهة للأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات، النقاط هذه تتعلق بأنه الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات لازمها تقدم تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء المتضمن للتنصيصات الوجوبية وفق النموذج اللي تقدمه الهيئة، تصريح على الشرف باستيفاء كافة مقتضيات التصريح بالمشاركة وصحة البيانات، نسخة إلكترونية من رمز الطرف المعني بالمشاركة، نسخة ورقية مطابقة للنسخة الإلكترونية نسخة بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر وبالنسبة الائتلاف وشبكات الجمعيات نظير من وثيقة تكوين الجمعيات ونسخة من اعلان تكوينها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين هذي تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء وهذه مش الجمعيات مش الاشخاص الطبيعيين معناتها ايه لولش... بالنسبة للأحزاب والجمعيات والمنظمات, والمنظمات والهيئات والهيئات و... ثم الأشخاص الطبيعيين وسيم آه. معناتها وسيم بالعربي بيشارك في الاستفتاء وسام الحكيري بيشارك في الاستفتاء ب... دكتور يشارك في, في الاستفتاء وهذه ما كانتش قبل في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه ما نعرفش هل هذا خاص بالاستفتاء هل هذا موجود في تجارب مقارنه ولا لا؟ تو الدكتور من بعد يعطينا اكثر تفاصيل هذا مجموعه كيف كيف من النقاط اللي والشروط اللي هي تصريح للمشاركه في حمله الاستفتاء نسخه من نسخه من سجل السوابق وصل التصريح وهذه اهم النقاط اللي مثير للجدل في 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 البلاغ والضوابط في الضوابط المشاركه في الاستفتاء هو هو التصريح البارح اللي كان عضو هيئة الـ الانتخابات القاضي سجديدي اللي يقول وأنه الأحزاب والمنظمات وكل من سيقاطع الاستفتاء معناتها مش ممكن له باش يشارك في الاستفتاء اذا كانك تدعو الى مقاطعه الاستفتاء مش ممكن لك باش تشارك في حمله الاستفتاء واذا كان تشارك بدعوة إلى المقاطعة فإنك تتعرف إلى عقوبات والعقوبات هذه ليست عقوبات انتخابية وإنما عقوبات جزائية تصريح هذه أثر جدل كبير من البارح لليوم كان خلف برشا ردود فعل من ضمن ردود الفعل اللي رصدتها وأنا نتابع في الموضوع هذا رد فعل أمين عام التيار الديمقراطي غازي سواشي اللي يقول في تدوين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يقول المجموعة التي تطلق على نفسها هي العليا المستقلة الانتخابية من غير الوصف اللي قاله هذاك فهي لا عليا ولا مستقله ولا شرعيه ولا دستوريه. ويقول انه لا لانها بكل بساطه هيئه منصبه ومعينه من طرف الحاكم بامره وهي تعمل تحت وصيته وامرته ولا تتمتع بالضمانات الدستوريه ولا بالاستقلاليه على السلطه التنفيذيه حتى يمكن لنا ان نثق فيها ونتعامل معها او ان تضمن للشعب التونسي انتخابات نزيهه وشفافه ويقول لهنا ولا شيء يجبرنا على الالتزام بها ونامل بعد عوده المسار الديمقراطي واسترجاع تونسيين لدولتهم وحقوقهم وحريتهم ان تتم محاسبه المجموعه هذه اللي يقول هو اسمها مجموعه هيئه الانتخابات وهذه بسبب كما قلنا التصريح هذا هيئه الانتخابات في انه كل من سيدعو الى مقاطعه حمله الاستفتاء سيحاسب بالقانون الجزائي وليس القانون الانتخابي واضح أسامة المر وحنا مع ضيفنا دونك هذا بالنسبة خاصة للبيان حبينا نقدموا دونك بلاغ اللي يتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء فما شروط بالنسبة للأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات وفي فقرة ثانية شروط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أه بشمشي وحنا مع فاصل قصير ثم أه ننطلق مع ضيفنا أه نسمع منه التعليق أه معناتها على أه هذا الكل فما برشا تفاعلات ديجا نتاع المستمعين تو عليها بعد شوية فاصل قصير ثم نرجع مع ضيفكم الدكتور بسام معتر رئيس جمعية عتيد نرجع حول إجراءات وشروط المشاركة في حملة الاستفتاء اللي تثير الجدل ورأيهم التقني معناتها جمعية عتيد متابعة للانتخابات الأخيرة فاصل راجعين اكسبريسو <applause> إذا تملك متو دو مهما كانوا لي كاركتيرستيك لازم نجم تتمتع بالكونترا كور دو بليزونس وتأمن عليه من أي ريسك كيما المسؤولية المدنية متاعك، التأمين زادا يغطي عدة أضرار كيما النوفخاج لانسوندي والفون، ويشمل ليكيبمون إذا صار حادث الكونترا زادا يحمي الأشخاص اللي على المركب ويخلص المصاريف الناتجة عن الحوادث بما فيها لي فري دو روتيرمون والترونسبورتيرست متاعو ويوفر لك اون رابيد في حالة حادث أمي أسيرانس، الأسيرانس، دان أفنير meilleur. تخيلت نجم تخزر لبعيد وتفوت لحدود التكنولوجيا الموجودة في بلارات فاري تخليك تتحدى عينيك وتوفر لك رؤية واضحة من قريب كما من بعيد مع نقلة سلسة ومرتاحة هكا كما نقوله، شوف من غير حدود فاري ليوكس، بلارات دوشي أسيلور. ديسبوزيتيف ميديكال ما تنسيوش تلقى ووتر أوبتيسيان اونجاجي أسيلور على موقعنا أسيلور.نت ديجيلاب ليميسيون 100% ترانسفورماسيون ديجيتال كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة ونص نحكيوا على الحلول والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة اصحاب القرار لي دي سي اي ما زيكسبير ما تنساوش موعدنا مع وليد برحومة وكامل الفريق كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص على اكسبريس اف ام ولا على الباج متاعنا ديجيلاب باي اكسبريس اف ام

Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 pour apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation. Expresso مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع صباح نهاركم زين نهاركم مبروك تلتحق بنا فقط لحظات صفية محار قبل ما نواصلوا ننطلقوا غير المهم في حوار على عن فقرة بدينا بها قبل ضيفنا وتوا باش نزيدوا تدخل تلتحق بنا صفية محرق سميتنا من قسم الأخبار صفية اهلا وسهلا وسيم وسهل وسهل مرحبا بكل الساده المستمعين هو خبر عاجل وفاه زوجة وزير الداخليه توفيق شرف الدين اللي كانت تعرضت الى خلينا نقول حادث منزلي يتمثل في انفجار قاروره الغاز منذ فتره وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومه التونسيه نصر الدين نصيبي كان دخل منذ قليل مع زميل حاتم بن عماره في الاذاعه الوطنيه واكد الخبر هذا اللي هو وفاه زوجة وزير الداخليه شرف الدين توفيق شرف الدين ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها كل التعازي اللي لوزير الداخليه توفيق شرف الدين ربي يرحمها والبركة فيه وربي يصبر عائلتها شكرا لك صفية اللي مديتنا بالخبر هذا ربي يرحمها ربي يرحمها وتعازينا لكل عائلة المتوفيات دكتور دكتور معتر نواصلوا احنا في الموضوع تعليق عتيد على البيان اللي على هيئة الانتخابات علي طبعا القرار جاء في تقريبا سبع صفحات قرار طويل شوية فيها الشروط اللي تنظم عملية المشاركة في الحملة الانتخابية وفيها برشة جديد احنا نعرف القانون الانتخابي في الفصل 117 يتحدث على المشاركين في الحملة الانتخابية ويتحدث بالذات على الحساب البرلمانية على اساس انها هي تقوم بالحملة الاستفتاء سواء بنعم او بلا <applause> اليوم ونظرا لان البرلمان ما تتحل فكنا ننتظره مش, مش يكون قرار الهيئه العليا لمستقبل الانتخابات خاصه بعد التنقيح اللي صار من رئيس الجمهوريه من خلال المرسوم اللي جاء مطلقا ولم يحدد الاطراف المشاركه اليوم تقريبا عرفنا الاطراف المشاركه في حمله اللي ما حق لها باش تشارك في حمله الاستفتاء وثم توسع كبير في هذه الاطراف مشينا من أحزاب برلمانية اليوم نحكيو على أحزاب سياسية نحكيو على جمعيات على منظمات نحكي حتى على أشخاص طبيعيين والأشخاص الطبيعيين أفردت بعديد الشروط يتحدثوا في في القرار هذايا على أشخاص اعتباريين يتحدثوا على ثبوت لدى الهيئة سلامة النشاط في الشأن العام وهذه نقطة استفهام كيفاش باش يتم ثبوت هال سلامة النشاط في الشأن العام ثم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ما الشروط <applause> اللي موجودة بقية الأطراف أنه يجيبوا مئات تسكية لازم تكون عنده مئات تسكية باش يدخل في ال... في, ال... في المنظومة هذه وتكون البطاقة العدد الثلاثة نتاعو آه نظيفة ويتقدم بها بطبيعة للهيئة ما بين الوثائق اللي باش يقدمها آه الحق الانفتاح هذايا في وعليه فيه انه ربما مش نمكنوا اكثر طيف مش يشاركوا في حمله الاستفتاء خاصه يعني بس, إنه بس يسمح انه الـ 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 التفاعل يكون اوسع بالطبع مش يسمح بالتفاعل يكون اوسع ولو انه ولو انه آه كنا نتمنوا انه الحرص هذا يكون منذ آه 25 ماي تاريخ الدعوه لامر دعوه الناخبين ونشر المفترض كان هو تاريخ نشر مضمون الدستور ولا مضمون مشروع الدستور اللي لو كان معناتها تنشر في هذاك الوقت كانت بالحق الاتاحه لاكبر عدد من المواطنين التوانسه للتفاعل مش لازم حتى يشاركوا في حمله الاستفتاء لكن كان ثم المجال اوسع باش يتفاعلوا مع المشروع باش يناقشوا كل المضامين اللي فيه النظام الحكم الحقوق والحريات يعني مهما الهيئة الدستورية كل هذه الأشياء كانت تناقش في مجال زمني كافي خاصة أنه مشروع دستور ما هوش نص قانوني بسيط هذا مشروع كامل وما هوش من البساطة باش يوصل ل 9 ملايين اليوم عندنا تقريبا 9 ملايين و 300 ألف مش يكون مش اليوم خاطر اليوم مش يصير تسجيل الآلي 9 مليون و الف ناخب ما هو مش كلهم عندهم المعرفه القانونيه والمعرفه السياسيه والمعرفه الحقوقيه اللي تخليهم بسهوله يتفهموا ولا يفهموا المضامين هذه وما وراء المضامين لانه الدستور هو في الاصل عمل سياسي بامتياز مش يحط منظومه قانونيه لنظام سيتشكل اثر ذلك فهذا الاصل في الاشياء اليوم نلقاو الاطياف هذوم الكل ولو انه الاشخاص الطبيعيين والانفتاح هذا مش يخلق اشكالات اخرى على مستوى التقني بالنسبه للهيئه لانه احنا نعرف انه كل من يشارك في حملة الاستفتاء هو مدعو اولا لاحترام كل الاجراءات والشروط والقانون المنظم للحمله وكذلك مش تكون عنده عمليه تمويل للحملة نتاعو ومش يكون ثم استرداد اموال من الهيئه العليا المستقله للانتخابات. يعني ثم مال عمومي مش تتصرف للناس هذوما اللي تشاركوا لكن اليوم نقول الانفتاح الكبير راهو نجمو نلقاو رواحنا باعداد كبيره جدا من آآ آآ مع تطالب بتصريح المشاركه فمع الاجيال الضيقه اللي حطتها الهيئه العليا المستقله للانتخابات روحها من خلال الرزنامة كيفاش باش تجاري الناس هذوما الكل هل ستتمكن بالحق معناتها مش معناتها تحترم الاجال اللي حطتها وتكون الناس الكل اللي قدمت التصاريح نتاعها عندها ال... 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 النتائج نتاع قابلينهم في المشاركه والا لا ثم كيفاش تصير عمليه التمويل العمومي وما هي الكلفه المقدره لهذا التمويل العمومي كنا نعرف قبل في الانتخابات التشريعيه او رئاسيه ثم التمويل العمومي البعدي تحطوا على انك تصرف ومن بعدك تاخذ تعويض <متنجر> أه نحكي على عتبه اللي ما يجيبش اقل اللي يجيب اقل من 3% من الاصوات ما ياخذش تعويض ما نحكيوش عليه ما نجموش نحكيو عليه خاطر ما عندناش مترشحين وهما معناتها باش يجيبوا اصوات احنا اليوم عندنا استفتاء والناس مش تمشي تحكي نعم مش تقول نعم او لا فكل هذه اشكالات مش تكون لاحقة فالحق الاختيار هذايا او التوجه نحو هذا الانفتاح أه ربما زاد فيه مخاطر وفي اشكالات مش تنجر أه عليه و وهذه مش نلاحظوها بطبيعة في قادم الايام هذه تقريبا الـ 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 الحاجه الغالبه ثاني شيء نتحدث عليه في القرار هذا هو ضيق الزمن بالنسبه للهيئه وبالنسبه كذلك للي مش يحاولوا يشاركوا في حمله الاستفتاء لانه ثم تاريخ من تقريبا من 21 الى 27 مش يقدموا لكل من يريد ان يشارك في حمله الاستفتاء مش يقدم طلب مشاركه تصريح تصريح على اساس انه يطلب المشاركه ثم ثم عنده 48 ساعه بعد 30 جوان يعني يوم واحد 2 جويليه من اجل تحديد موقفه هل سيكون بنعم او لا ونظن انه اصليا بخلاف حتى هذا القرار فانه هذا الوقت هو وقت قصير جدا لاي طرف يحب يشارك في الحمله باش يكون موقف ويكون موقف موضوعي يكون موقف معناتها نابع من المضمون نتاع الدستور اذا اولا وثاني شيء هو وقت كذلك ضيق جدا لاعداد كل ما يلزم الحمله حمله الاستفتاء لانه حمله الاستفتاء مش فقط انه انسان مش يتجول ثم اعدادات ثم ربما ناس باش تطبع اوراق ثم ناس باش تحضر دي سي بور. ثم ناس باش تحضر معناتها تج... تجمعات مع مع التشعبية. فهذا كله يزمو تحضير مسبق فالمجال ضيق وضيق جدا ونظن انا يوم 3 جويليا ستكون ربما انطلاق محتشم بصفه كبيره ياسر للحمله الانتخاب لحمله الاستفتاء. لكل هذه الاشياء السابقه آه، ثم الشيء الهام واللي ربما زاد اثار جدل كبير ياسر هو هذه آه الناس اللي آه او الاطراف السياسيه والمنظمات اللي مع اعلنت انها ستقاطع الاستفتاء <applause> هوني كان اخر اجتماع لمجلس الهيئه اللي تم بصفه مباشره كان ثم اقتراح من عضو الهيئه سامي بن سلام على اساس انه يتم ادماج آه من سيقاطعون في هذا المسار شنو معناتها ادماجهم معناتها اليوم احنا عندنا زوز اطراف ثم ناس باش تقول نعم وثم ناس باش تقول لا لكن المناخ السياسي اللي عايش فيه بلادنا الاشكالات اللي عايشينها الناس الكل مسار ما بعد خمسة جويلة خلى طيف ثالث يكون موجود وهو من المقاطعين لهذا المسار الاقتراح اللي تقدم به العضو حذاء اه, تقريبا في على المباشر بالمصادقه وعلى اساس انه مش يكتب ويكون موجود في القرار النهائي على حسب ما اعلن السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئه لكن بعد تم التراجع عن هذا معناتها على هذا الاقتراح واصدر القرار دون دون التعرض لهذه المقاطعه ثم جاءت بعد ذلك التصريحات سي محمد المصري المنصري عضو الهيئه كذلك وسي محمد سي ماهر عضو نائب رئيس الهيئه واللي الحق خلقت ونقول تعكرت الاجواء اكثر لانه اليوم نتحدث على مجال وعلى شيء يهم حريه التعبير شيء يهم الحق في المشاركه فاذا اليوم احنا ماشيين في مسار نحاولوا باش نكونوا ديمقراطيين اي تضييق على الحريات هو غير مقبول واي تضييق على الاعلام هو غير مقبول واي تضييق مهما كان نوعه او تهديد بالذهاب الى آآ آآ معناتها القانون الجزائي لمعاقبة من يشارك في حملة مقاطعة فهذا غير مقبول مع التأكيد أنه يعني في تفكيرنا أنه على كل حال المقاطعة هي موقف سلبي هي موقف سلبي لكن يبقى موقف سياسي وموجود فما نجموش يعني بهكا خط يد معناتها نقصيه وألا نهدوه ولا نهرسلوه لا هو يبقى قائم ولو ما شاركش في حمله الاستفتاء دونك هو مش مش تتمتع بتمويل عمومي مش مش تتمتع كل شيء وهو يخضع في الاصل اذا كانت منظمه هي تخضع للمرسوم عدد 117 نتاع الجمعيات واذا هو حزب يخضع للمرسوم عدد 118 نتاع نتاع الاحزاب فيطبق عليه اذا قام بمخالفه للمرسوم اللي نظمه اثناء الحمله او بعد الحمله او قبل الحمله في اي وقت كان مش مرتبط يعني بفتره الحمله فهي اذا حزب استعمل تمويل اجنبي هو ممنوع عليه اصلا فيعاقب لكن مش يعاقب لانه قال انه سيقاطع فالاجراء هذا الحق معناتها اثار كثير من الجدل واحنا بانتظار على كل حال قرار اخر هام جدا هو مش يكون القرار المشترك بين الهيئه العليا المستقله للانتخابات وهيئه الاتصال السمعي البصري لعل وعسى القرار هذا يزيد يوضح لنا كيفاش الاعلام باش يتنظم اثناء الحمله كيفاش باش مع المقاطعين كيفاش الدوله من بعد مش نشوفوا كيفاش مش تعامل هل هذا اللي يهدد به عضو الهيئه مش يكون واقعيا قابل للتنفيذ او غير قابل التنفيذ فكل هذه الاشياء <applause> الحق خلقت هذا الجدل كله وزادت نقول انا راهي عكرت الاجواء الاستفتاء والاجواء العامه فيا ريت ما كانش التصريح هذا لازم منه ده من طرف عضو الهيئه و... وكان من المفترض احترام حريه التعبير واحترام حق التوانسه الكل في التعبير عن ارائهم بكل سلاسه ودون اي تضييق. برشا تفاعلات كما كنت تقول من المستمعين بالنسبه للي دونك خلاصه اللي قلناه معناتها اليوم اولا اسكو احنا جاهزين اسكو في الظروف هذيا معناتها فما نجاع في التنظيم في 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 الحمله كيفاش الامور باش تصير انا يعني اللي فهمته معناتها من كلامك 50 خمسي 50 يعني شوف ماكش ماكش مقتنع ولكن ماكش معناتها مرحب بالمبدا وكانه ولكن كي تدخل في التفاصيل تولي معناتها شوف احنا سيبتيك شوف احنا احنا دورنا لاني مرحب لاني مش مرحب انا مم. فقط قاعد نعمل في قراءه تقنيه صحيح التقنية أي أي لل... تقنيه أي للقرار أي. اول شيء القرار متاخر عن الزمن الانتخابي رزنامة صادق عليها بصفه متاخره أي. اليوم نشوفوا قرار متاخر الاعمال هذه كلها قاعده تصير بطريقه انفراديه ماهيش تشاركيه فكل هذه الاشياء تخلي انه مشيعتينا في التالي منتوج يثير الجدل اكثر ما ينظم مم. والمنتوج اللي قدامنا اليوم راه يثير عده نقاط جدليه فالاشخاص الطبيعيين وتشريكهم في, في هذه راهي تقريبا مش تولي سابقه ما حاولت نتابع حتى في تجارب مقارنة كل شيء ما لقيتش اشخاص طبيعيين لكن ربما 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 ربما, ربما هنية لانه ثم حمله مقاطعه وربما تكون عندها وزن وربما مش بتعديش حمله الاستفتاء في يعني توجه واحد خاصه انه صاحب الاستفتاء اللي هو رئيس الجمهوريه ما عندوش حزب وراه واضح لنجم يشارك في الحمله فتم فتح المجال للاشخاص هذين ربما اللي مش يعبروا على وجهه نظر بنعم او بلا ولكن اللي معناتها في نيتار معناتها غدوه مثلا شخص فلان بن فلان معناتها يمشي يقدم يستوفي <applause> الشروط هذوما وشنو هو حتى هذه مش واضحه اي لأن... مثلا غدوه يقول لي يتصل هوني بالاذاعه هو وبرشا ناس مثلا ويقول لك احنا حقنا مثلا نجيو نتكلموا في منبر اعلامي اه هو ثم قائمه <متحدث> مش تحددها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والقائمة هذه مش تصدر يوم 28 <متحدث> جوان أقصى تقدير ثم قائمة الناس اللي تقبل التصريح المشاركة متاعهم مش <متحدث> يعلن عليها في قائمة <متحدث> ومش يولي الإعلام عنده بطبيعة المعلومة شكون الناس <متحدث> اللي مش يشاركوا في حملة الاستفتاء بصفة رسمية. <متحدث> <متحدث> ثم بعد ثم قائمة ثانية مش تحدد النعم ولا خاطر معروف أنتم مش تنظموا حتى العمل متاعكم لازم تعرف شكون مع نعم ولا باش تحقق مبدا المساواه في المشاركه بين جميع الاطراف م. فكل هذه الاشياء باش تخلق جدل كبير ثم حتى نسال نسال معناتها سؤال اليوم تجم تلقى انت قدامك 80 ولا نقول عدد نعطيو عدد 100 مع و100 لا كيفاش باش يتم الاختيار على 100 نعم و100 لا تجم تحقق مبدا المساواه بين نعم ولا يكون ضيف من هنا وضيف من غير لكن في وسط ال100 اللي مع نعم هل انت مش تكون مدعو باش تعيط لهم الناس الكل هذا هو هذا السؤال والا والا لا كيف كيف تعيط لهم الناس الكل ولا تعيط تعيط معناتها لطرف واحد ولا معناتها شخص واحد او حزب واحد فهذه اسئله كيف كيف القرار هذا ما وضحهاش ومش ننتظروا على قبل مثلا في الحملات الانتخابيه وحتى مثلا الرئاسيه ويكونوا لي كانديدات ما همش بالعشرات ونحاولوا نوفقوا على الاقل في مجمل الحصص في اذاعتنا مش كان برنامج واحد نحاولوا نوفقوا في استدعائهم الكل كما قلت لي مية كانوا 100 ولا و uh, اون بلوس معناتها كيفاش قبلها هكا سي نورمال كلهم متنافسين فما 10 10 متنافسين توا تنجم كيما قلت انت فما 100 آه نعم 10 ليس كون جيب 100 معناتها آه اليوم برشا تساؤلات ماذا بينا كان برشا تساؤلات شوف خاطر غدوه حي نجم حتى من من, من من نعم او من لا معناتها من المجموعه هذه يجي واحد يقول لك لا انت ركزت مع الطرف فلاني وهو ماهوش قاعد يعبر مليح على مم. على الحمله مم. فيعني برشا ثم امور تقديريه والامور التقديريه كيف تكثر معاش تولي تخدم العمليه الاستفتاء بالعكس تولي تضر بها ضر بها ودخلنا في مآزق وفي اشكالات نحن في غنان عنها كان معناتها من الافضل انه نمشي في توجه يضمن يضمن الهيئه معناتها التنفيذيه اللي هي هيئه العلوم المستقله للانتخابات انها تقوم بالعمل على احسن ما يرام، مبدا الاتاحه هذه والحرص على المشاركه كان المفترض يكون الحرص سابق من خلال كما تحدث سابقا ساعه شويه من خلال عرض المضمون الدستور في وقت مناسب يسمح للناس الكل باش تطلع عليه، اليوم راهو معناها تنجم نقول لك احنا اليوم 14 جوان تسال اي واحد في الشارع ما يعرفش يعني مش عارف شنو الدستور هذا وشنو الاستفتاء حتى مفهوم الاستفتاء مازال بعيد على مفهوم المواطن لانه اول استفتاء مش يصير تقريبا بعد الثوره وفي تاريخ تونس كامل استفتاء وحيد صار عام 2003 كان لصالح رئيس الجمهوريه باش يغير به منظو... من نظام الحكم باش يولي ياخذ به مده نيابيه معناتها اكثر ف اليوم كان المفترض انه ثم حمله تحسيس وتوعيه بما فيه من الاستفتاء وباهميه الاستفتاء وتبعات الاستفتاء وشكون يقوم بها الحمله هذه قانونيا المفترض الهيئه العليا المستقله للانتخابات اليوم كيف نشوفوا حوالينا ما ثم حتى عمل في هذا الاتجاه الهيئه العليا المستقله للانتخابات راهي مجرد جهاز تنفيذي كما تحدث البارح احد اعضائها ربما هو مستجد مازال لكن راهي الهيئه العليا المستقله للانتخابات حسب نص فصل الدستور هي لديها وصايه عامه على على الانتخابات وعلى المسارات الانتخابيه وعلى الديمقراطيه فاليوم اذا المسار باش يمس من المعايير الفضلة لاي مسار انتخابي او استفتاء اذا ثم مسار فيه من التعطيلات وفيه من الاشكالات ومن المازق اللي مش يخلي العمليه ما تتمش بصفه الديمقراطية اللي خلي ثم مخاطر انه مش تحول من استفتاء على دستور الى استفتاء على شخص الرئيس يقول لنا استفتاء بليبيسيت وما عادش معناتها الناس مش تمشي ربما تصوت ما بدون وعي معناتها اللي يظهر له رئيس الجمهوريه معناتها على حسب هو رايه باهي يحط نعم واللي يظهر له لا يحط لا وهذا راهو خطير هذا راهو خطير وخطير برشا يا ريت يا كان الحوار حتى اللي صاير بخصوص اللجنة الاستشارية كان سابق يكون فيه أكثر شفافية وأكثر نفاذ للمعلومة اللي قاعدة المتداول فيه لكن احنا للأسف نعرفه حتى أنه اللجنة الاستشارية والبرودوي اللي مش تخرجوا ما هوش هو المشروع النهائي اللي مش يعرض على الشعب لأنه نهار عشرين جوان هو آخر أجل بالنسبة للجنه الاستشاريه لتقديم مشروعها ثم 10 ايام على اقصى تقدير رئيس الجمهوريه باش يشوف المشروع هذا وربما مش يقوم ببعض التغييرات تو نشوفهم بعد كيش باش يصير بالضبط لكن بامكانه أنت باش يقوم بالتغييرات اللي يشوفها هو ويوم 30 جوان على اقصى تقدير يتعرض هالمشروع هل فنقولوا 30 جوان داخلين على مجتد... احنا دخلنا في فصل الصيف شهر جويليه يعني ما هوش حتى زمنيا ومناخيا ما هوش الاطار الزمني الافضل من اجل هذايا والاهم من ذلك انه هو مش يكون فتره قصيره جدا واحنا عندنا تخوف اخر انه هالجدل اللي قاعد صاير ربما راهو باش ياثر على الاستفتاء من حيث افساد المناخ مناخ الاستفتاء المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصاحب لفتره الاستفتاء ولقدر قدر الله اذا تواصل التشنج اللي قاعدين نشوفوا انه بدا يكبر ويتوسع على وسائل التواصل الاجتماعي اللي نشوفوه قاعد حتى ياثر على نفسيه التوانسه واليوم كي نسمعوا الاخبار ولا نسمع برشا حوادث ما كناش نسمعوها القتل وهذا 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 والضرب والاعتداءات و... فنحذروا ونقولوا يهديكم ربي راهي بالنسبه خاصه لهيئة العليا المستقلة الانتخابات راهي ماشي مجرد امور تقنيه ونقلصوا في الاجال واللي كانت ثلاثه ايام نرجعوها 24 ساعه ولو انه هذا فيه ضرر كبير ياسر وفيه حتى آه تقليص من مبدا الاتاحه والمشاركه لكن راهو سما مناخ م. كامل مصاحب يلزم يكون نقي يلزم يكون في في احسن حالاته باش نوصلوا اليوم الاستفتاء في احسن حالات ما نوصلوش في وسط تجنج ينجم ياثر حتى على عملية الانتخاب وربما لقدرها. لا قدر الله تصير حادث حالة عنف أو حالة تشنج اللي تجم تفسد كل هذه الأعمال شكرا لك دكتور باطر على حضورك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو نقاط مهمة تلفت الانتباه لها مازلنا لازم نرجع عليها ماذا بينا مع سفاروق بو أو عضو على ليزي مازال راجعين بغدو غدوة عام بالاساس باش نحكيوا في الموضوع هذا اللي باش نحكيوا فيه دايق بعد لحظات آه مع السيد وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل برشا ناس تسأل على النقل وكيفاش باش يكون تأثير الضرب العام غدو على منظومة النقل آه تفاصيل بعد شوية في برنامجكم اكسبريس شكرا لك مرة أخرى دكتور شكرا